بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي في هذه الحصة التي سنخصصها للمحور الثالث. المحور الثالث يتعلق بدافعية التعلم، الدافعية إلى التعلم. وهذا المحور الدافعية للتعلم يضم موضوع الدوافع. يحتل هذا موضوع الدوافع مكانة هامة جدا في علم النفس الحديث، لأن معرفة الإنسان لدوافعه ودوافع السلوك الضرورية تجعله يدرك دوافع سلوك غيره ويبني معهم علاقات إنسانية جيدة. إن علم النفس الحديث يسعى إلى دراسة طبيعة الإنسان أو الكائن البشري، وذلك من خلال دراسة وتحليل الأنماط السلوكية التي يقوم بها الإنسان في مختلف المواقف والحالات. أي أن علم النفس يسعى إلى دراسة التصرفات والسلوكات التي يأتي بها الأفراد ويأتي بها البشر في مختلف المواقف والحالات التي يمرون بها خلال حياتهم اليومية. فهذه الدراسة، أي يعني هذه الدراسة العلمية لعلم النفس، تقتضي البحث عن ماذا؟ البحث عن طبيعة العوامل التي تدفع بالإنسان إلى القيام بمختلف الأنماط السلوكية أثناء حياته، والتي نسميها دوافع. معنى هذا أن علم النفس يريد أن يبحث في تلك العوامل التي تكون دافعا للإنسان لكي يقوم بأنماط سلوكية معينة، لكي يقوم بتصرفات معينة، لكي يقوم بسلوكات معينة. فهي تبحث مثلا ما هي الدوافع اللي تدفع الطالب أن يدرس، ما هي الدوافع التي تدفع إلى العامل مثلا أن يجيد في عمله، ما هي الدوافع التي تجعل مثلا الرياضي يستميت في تدريباته مثلا. هذه كأمثلة نحن نقدمها. وهذا الموضوع كما قلنا يحتل مكانة مهمة جدا في علم النفس، أي موضوع الدوافع يحتل مكانة مهمة جدا في علم النفس الحديث، لأن معرفة الإنسان لدوافعه، يعني لما الإنسان يتعرف على الدوافع التي تدفعه للقيام بسلوكات معينة ويتعرف على دوافع السلوك الضرورية، ما هي الدوافع التي تجعله يسلك بطريقة معينة، فبالتالي ها معرفته لنفسه تجعله يدرك دوافع سلوك غيره. يعني لما يتعرف الإنسان على دوافع سلوكه ويتعرف على تلك العوامل التي تدفعه إلى السلوك بطريقة معينة، ويفهم سلوكاته ويفهم لماذا أنه يتصرف بطريقة معينة دون الأخرى، في هذه الحالة يدرك دوافع سلوك غيره، يدرك لماذا يتصرف الآخرون بطريقة معينة. وهذه المعرفة التي تتحقق عند الإنسان تجعله يبني مع هؤلاء الأشخاص الآخرين علاقات إنسانية جيدة، لأن فهم الأشياء يجعل الإنسان على بينة، ولما يكون على بينة فهنا يستطيع أن يفسر سلوكات غيره ويفهم سلوكاتهم، وبالتالي يبني معهم علاقات جيدة. فهذه المعرفة، يعني هذه المعرفة التي تكلمنا عليها، معرفة الدوافع، لازمة لكل من يشرف على الآخرين ويجيهم،
يعني كل إنسان الذي يشرف على يعني الأشخاص الآخرين، والذي يقوم بإرشادهم ويوجههم ويجهد في حفزهم على العمل، يعني يحاول أن يدفعهم إلى العمل، يحاول أن يعني يحفزهم، يحاول أن أنه يشجعهم على العمل. فهذه المعرفة لازم بالنسبة إليه، وذلك مثل المعلم، مثل المدرس، مثل الأستاذ الذي يسعى دائما إلى التعرف على دوافع السلوك عند تلامذته. يعني المعلم أو الأستاذ أو المدرس يجهد في التعرف، يعني ويحاول أن يتعرف على دوافع السلوك عند تلامذته، لأن هذه المعرفة ستمكنه من إدراك قدراتهم، يتعرف على قدراتهم، ما هي القدرات التي يعني التي هي موجودة عندهم، ما هي القدرات التي يتحكمون عليها. كذلك يتعرف على ذكائهم، ما هي درجة ذكائهم. كذلك هذا يعني كيفية تعلمهم، ومعرفة هذه الأشياء تجعله يعلمهم تعليما جيدا ومثمرا، معناه أنهم سيستفيدون من ذلك التعليم الذي سيقدمه لهم الأستاذ أو المدرس أو المعلم. هذا راجع لماذا؟ راجع لأن الأستاذ يقوم بعمله نتيجة لفهمه لتلامذته وفهمه لمقدراتهم وذكائهم، وبالتالي فهو ينطلق يعني من منطلق المعرفة بالشيء، مما يجعله ينجح في تعليمهم. وموضوع الدوافع هذا يتصل بجميع موضوعات علم النفس، يعني هذا الموضوع له ارتباطات ويرتبط بمختلف موضوعات علم النفس. ويمكن أذكر يعني من بين الموضوعات مثلا الإدراك، وكذلك التذكر، كذلك التخيل والتفكير والتعليم، إلى غير ذلك من المواضيع التي يمكن أن تكون لها رابطة قوية مع هذا الموضوع، واللي هو موضوع الدوافع. الآن نريد أن نعرف الدافع، تعريف الدافع. ما معنى الدافع؟ الدافع كما يشير إلى ذلك علماء النفس وعلماء التربية هو حالة، يعني حالة يكون عليها الشخص، أو قوة تكون عند الشخص. هذه الحالة أو القوة داخلية، يعني في داخل الإنسان، تنبع من داخله، جسمية تكون ذات مصدر جسمي، أو نفسية تكون ذات مصدر نفسي، تثير السلوك في ظروف معينة، يعني هي التي ستدفع الإنسان للقيام بسلوك معين في ظروف معينة، يعني في مواقف معينة، في ظروف معينة، في حالات معينة. وهذه القوة الداخلية ستوصل، واللي هي عبارة عن دافع، هي التي ستوصل هذا الإنسان أو هذا الشخص أو ها يعني إلى الهدف يريد أن يصل إليه. ولهذا قلنا أن الدافع هو حالة أو قوة داخلية جسمية أو نفسية تثير السلوك في ظروف معينة وتوصله حتى ينتهي إلى هدف معين. لأن دائما لما نريد أن نقوم نتصرف أو نسلك فنحن نقصد وجهة معينة ونريد أن نحقق هدفا معين. فالدافع إذا كان قويا يساعدنا على تحقيق ذلك الهدف ويوصلنا إليه. فالدافع هو قوة باطنية، يعني باطنية تنشأ من داخل الإنسان، من باطنه، نستنتجها من الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها ولا نلاحظها مباشرة. هذه القوة الباطنية أو هذا الدافع الذي يكون عند الإنسان نحن لا نراه، وإنما نستدل عليه من السلوك الذي يقوم به الشخص. فهذا مثل الذكاء مثلا، نحن نتكلم عن الذكاء ونقول أن الإنسان عنده ذكاء،
إما نقول عنده ذكاء مرتفع أو ذكاء منخفض، ونقول على هذا الإنسان أنه ذكي وهذا الإنسان أنه أقل ذكاء، لكننا لا نرى هذا الذكاء، وإنما نستدل على هذا الذكاء مما يقوم به الإنسان، من سلوك الإنسان، مما يقوم به الإنسان، ومن يعني تفكير الإنسان، ومن كلام الإنسان، ومن تصرف الإنسان. فنحن نستدل على الذكاء من نتائجه، فنحن نقيم ذكاء التلميذ من خلال ما يصدر عليه من أشياء ينتجها خلال تعلمه، وبالتالي نقول أنه ذكي أو غير ذكي. هذا لنوضح أن نوضح أن بما بأن هذا الدافع كذلك نحن نستدل عليه بنتائجه ولا نراه مباشرة. والدافع هو اصطلاح عام، دافع اصطلاح عام، يعني كلمة واصطلاح عام وشامل نطلقه يعني في كثير من المناحي، فقد نجد معناه مثلا في كلمات وألفاظ أخرى، قد نجد معنى الدافع في كلمات وألفاظ أخرى، فقد نجده مثلا في كلمة الحافز، الدافع نجد معناه في كلمة الحافز، أو نجد معناه في كلمة الباعث، الباعث، أو نجد معناه في كلمة الرغبة، الرغبة، أو نجد معناه في كلمة الميل، الميل، أو نجد معناه في كلمة الحاجة، الحاجة، لو بوزوان، أو الغرض، الغرض، أو نجد معناه كذلك في كلمة القصد، القصد، كما نجد معناه في كلمة النية، النية، كما نجد معناه في كلمة الغاية، الغاية. فكل هذه الكلمات يعني تعطينا معنى الدافع، ولهذا قلنا أن الدافع يعني اصطلاح عام وشامل يشمل عدة يعني مواطن وعدة مناحي وعدة مجالات، عندما نستخدم كل هذه المفردات التي تعبر عن الدافع. هذا فيما يخص تعريف الدافع، والذي يعني عرفناه بصيغة وجيزة، لأن يمكن أن نطيل في تعريف الدافع إذا كنا نريد أن نعرفه أكثر ونتعمق في ذلك. وظيفة الدوافع، وظيفة الدوافع، الدافع هو تلك الطاقة، تلك الطاقة التي تظهر نتيجة الشعور بالحاجة، يعني عندما الإنسان يكون عنده حاجة لشيء معين فيظهر عنده واحد الطاقة التي تدفعه لتحقيق تلك الحاجة، ولهذا قلنا الدافع هو الطاقة التي تظهر نتيجة الشعور بالحاجة. فهذه الطاقة تحرك السلوك، يعني تدفع السلوك. فمثلا إذا خلينا كمثال السيارة، السيارة تسير، ولكن تسير بطاقة اللي هي الوقود، إذا عندما الوقود فإن السيارة لا تسير، وبالتالي حتى تسير السيارة يجب أن يكون هناك وقود، فلما نضع وقود في السيارة يعني بنزين فالسيارة ستسير، فيكون ذلك الوقود هو الذي مكن من تحرك السيارة، كما يتحرك السلوك، مكن من تحرك السيارة وجعلها تسير. فالدافع هو كذلك تلك الطاقة التي تظهر نتيجة الشعور بالحاجة، فتحرك السلوك لكي يحصل على المواد الناقصة في الجسم. مثلا إذا الإنسان كان يشعر بنقص في أشياء معينة في جسمه، فإن الدافع سيدفعه، يعني يدفع السلوك لكي يحصل على، لكي يسعى الفرد للحصول على المواد الناقصة في الجسم. أو تغيير الوضع المقلق، إذا كان الإنسان يعاني من وضع مقلق أو وضع مؤلم أو سيء والذي يعيشه الكيان العضوي والنفسي للفرد، فهنا الدافع سيسعى إلى تغيير ذلك الوضع من وضع يعني سيء مقلق أو مؤلم،
وتحويله إلى وضع مريح، وذلك بطريقة ملائمة، وذلك بطريقة ملائمة ومن خلال إشباع الحاجات الجسمية والنفسية. إشباع الحاجات الجسمية والنفسية يعني يحول الألم والقلق إلى حالة راحة، وذلك بطريقة ملائمة من خلال إشباع الحاجات الجسمية والنفسية، وبالتالي إعادة التوازن الوظيفي للكيان العضوي والنفسي. لأن الكيان العضوي والنفسي لما يكون في حالة قلق أو في حالة ألم أو في حالة سيئة، فإنه يفقد نوعا ما التوازن، الفرد يعاني نوعا من فقدان التوازن. الرجوع إلى الحالة السوية بعد تحقيق الوضع المريح، هذا يجعل الكيان الوظيفي يستعيد توازنه، وبالتالي يرجع إلى طبيعته. هذا فيما يخص وظيفة الدوافع، هذه هي وظيفة الدوافع. وظيفة الدوافع هي أولا تحريك السلوك لكي يحصل على المواد الناقصة في الجسم، يعني إشباع الحاجات الجسمية، وكذلك لكي يغير الوضع المقلق أو المؤلم أو السيء إلى وضع مريح، وذلك من خلال إشباع الحاجات النفسية والجسمية وإعادة توازن للكيان العضوي والنفسي. الآن ننتقل إلى نقطة أخرى، واللي هي تصنيف الدوافع. تصنيف الدوافع، إن علماء النفس يصنفون الدوافع إلى دوافع فطرية، إن علماء النفس يصنفون الدوافع إلى دوافع فطرية ودوافع مكتسبة، أو إلى دوافع فيزيولوجية ودوافع اجتماعية مكتسبة ودوافع لا شعورية. معنى هذا أن علماء النفس يصنفون الدوافع أولا إلى دوافع فطرية، يعني دوافع تولد مع الإنسان وتأتي بالفطرة، أي أنه لم يتعلمها ولم يكتسبها من المجتمع، وإنما ولدت معه وجاء وكانت عنده يعني بالفطرة. فمثلا الطفل الصبي الصغير عندما يجوع يصرخ، عندما يجوع يصرخ، عندما يحس بالبلل يصرخ، عندما يعطش يصرخ، عندما يحتاج إلى أمه يصرخ. فهذا الصراخ هو دافع فطري يسعى من خلاله الطفل هذا الصبي الصغير إلى تحقيق حاجاته وإلى الحصول على حاجته، لكن ولا المجتمع لم يعلمه أن يصرخ، وإنما هذا الدافع جاء ولد معه وكان دافعا فطريا. أما بالنسبة للدوافع المكتسبة، هو كل ما يكتسبه الإنسان من خلال التربية داخل الأسرة وفي المجتمع، فكل سلوك أو تصرف يكتسبه الإنسان من المجتمع يعتبر شيئا مكتسبا. وهناك يعني من قسم، يعني هناك من قسم الدوافع إلى دوافع فطرية ودوافع مكتسبة، وهناك من قسمها إلى دوافع فيزيولوجية ودوافع اجتماعية مكتسبة ودوافع لا شعورية. ومن بين التصانيف التي سنتطرق لها التصنيف الثاني، فعندنا ألف الدوافع الفيزيولوجية. ما هي الدوافع الفيزيولوجية؟ الدوافع الفيزيولوجية هي دوافع فطرية. الدوافع الفيزيولوجية هي دوافع فطرية، يعني ولدت مع الإنسان ووجدت مع الإنسان دون أن يكتسبها من طريق التربية من المجتمع. هذه الدوافع الفطرية ترتبط بالحياة العضوية أساسا، يعني تتعلق بحياة بالجسم، تتعلق بحاجيات الجسم وحاجات الجسم، لهذا سميناها فيزيولوجية. دونك سي دي موتيفاسيون فيزيولوجيك، دي موتيفاسيون فيزيولوجيك. هنا هي دوافع فطرية ترتبط بالحياة العضوية أساسا، يعني ترتبط بجسم الإنسان وبوظائفه الجسمية الحيوية، وتتعلق بالحاجات الضرورية للجسم، يعني مرتبطة بالحاجات الضرورية للجسم الإنسان. مثال ذلك العطش، العطش مثال ذلك العطش الذي يولد الحاجة إلى الماء، فالإنسان بمجرد أن يعطش يبحث عن الماء،
فهو لم يتعلم من خلال التربية أو من خلال المجتمع أنه يجب أن يشرب الماء عندما يعطش، ولكن هي حاجة جسمية. إذا احتاج، لما يحتاج الجسم إلى الماء، فإن الإنسان يبحث عن الماء ويشرب الماء. كذلك والجوع الذي يولد الحاجة إلى الأكل، فالإنسان عندما يجوع بالضرورة سيبحث عن الأكل. حتى الحيوان عندما يعطش يبحث عن الماء، وعندما يجوع يبحث عن الأكل. فالدافع، فالعطش هو دافع إلى البحث عن الماء وشرب الماء، والجوع هو دافع إلى البحث عن الأكل والأكل. كذلك التعب الذي يولد الحاجة إلى الراحة، أن الإنسان عندما يتعب فإنه يميل إلى الراحة ويبحث عن الراحة ويرتاح، فيكون التعب هو دافع إلى الراحة وإراحة الجسم. هذا فيما يخص الدوافع الأولى اللي هي الدوافع الفيزيولوجية، واللي هي قلنا دوافع فطرية ترتبط بالحياة العضوية أساسا، وتتعلق ب يعني الحاجات الضرورية للجسم، يعني تلبية الحاجات الضرورية للجسم. باء الدوافع الاجتماعية المكتسبة، يعني الدوافع التي يكتسبها الإنسان من خلال وعيشه في المجتمع، من خلال التربية التي يتلقاها في المجتمع، في التربية في الأسرة أولا، ثم في جميع المؤسسات داخل المجتمع، من خلال ذلك التفاعل الذي يكون يعني يكون له مع مختلف أفراد المجتمع، مع أفراد الأسرة، مع أفراد المدرسة، مع أفراد مع الأقران في الشارع، مع أفراد الحي، يعني كل الأشخاص الذين يحتك بهم ويتفاعل معهم داخل هذا المجتمع الكبير. فالدوافع الاجتماعية المكتسبة هي دوافع يكتسبها الإنسان من خلال التنشئة، يعني التنشئة الاجتماعية، من خلال التربية وتراكم خبراته، يعني نتيجة لاكتسابه خبرات متعددة. فهو يعني كل ما يمر عليه يوم إلا ويكتسب خبرات جديدة، كل ما يحتك بمؤسسة اجتماعية معينة إلا ويأخذ خبرات جديدة، كل ما يتفاعل مع شخص معين إلا ويحصل على خبرات متعددة. ففي لما يذهب إلى المدرسة ويتعلم، فهو يتعلم أشياء، وبالتالي هذه الأشياء يعني تزيده خبرات وكفاءات، فتتراكم خبراته، وتتراكم خبراته نتيجة تفاعله مع عناصر البيئة المادية والاجتماعية. يعني لأن الإنسان يتفاعل مع البيئة المادية المحيطة به، يعني الطبيعة وما شابه ذلك، والبيئة الاجتماعية اللي هي يعني الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل. وهذه يعني الدوافع الاجتماعية المكتسبة تتمثل في أنماط الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. يعني كل ما يكتسبه من سلوكات وأنماط سلوكية في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتي تجعله يعني يقوم بسلوكات معينة ويتصرف بصفات معينة نتيجة لهذه الدوافع الاجتماعية. وهذه الدوافع الاجتماعية اللي تتمثل في الدوافع المكتسبة الاجتماعية المكتسبة واللي تتمثل في الدوافع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تهدف إلى تحقيق التوازن، يعني باش يكون عند الإنسان توازن ويتوافق في سلوكاته، توازن نفسي، ويتوافق في سلوكاته مع نفسه، فيكون هناك التوافق النفسي الاجتماعي، توافق النفس الاجتماعي للفرد، يعني يتوافق مع نفسه ومع ذاته من خلال تلبية حاجاته الشخصية، ومن خلال الوصول إلى تقدير الذات، ومن خلال الوصول إلى تحديد حاجاته الذاتية، وكذلك من خلال توافقه الاجتماعي مع الآخرين، يعني من الانسجام مع الآخرين والتفاهم مع الآخرين والتعامل مع الآخرين والتصرف يعني في المجتمع. ومن بين هذه الدوافع أو كأمثلة على هذه الدوافع يمكن أن نذكر مثلا الحاجة إلى الأمن. فالإنسان أو الفرد هو في حاجة إلى الأمن، مما يدفعه إلى البحث عن الأمن. هو في حاجة إلى المحبة، محبة الغير إليه وتقبله ويعني حبه وانتمائه إلى الجماعات وإلى
يعني والدخول في علاقات مع الآخرين، فهو يبحث عن المحبة، فالمحبة ستكون دافع له لكي يبحث عن يعني الود مع الآخرين. كذلك والتقدير، يريد أن يكون يعني أن يقدره الآخرون وأن يحترمه الآخرون، وبالتالي سيكون هذا له دافع للبحث عن التقدير والاحترام عند الآخرين. كذلك النجاح، فالإنسان يبحث عن النجاح، هذا ما يجعله يسعى إلى تحقيق النجاح، فيكون دافعا له للسعي وراء تحقيق النتائج الجيدة وبالتالي تحقيق النجاح. كذلك الحرية، يريد أن يكون حرا. كذلك الانتماء، يريد أن ينتمي إلى أسرة، ينتمي إلى وطن، أو أولا ينتمي إلى دين وعقيدة مثلا، ينتمي إلى وطن، ينتمي إلى أسرة، ينتمي إلى مجتمع، ينتمي إلى مؤسسة معينة. مثلا الشاب الذي يريد أن يكون يعني عضوا في جماعة أقران، عضوا في مثلا دار الشباب، عضوا في الكشافة، عضوا في يعني منتديات رياضية، إلى غير ذلك من الأمور التي يمكن أن تتحقق من خلال ما يعرف بالدوافع الاجتماعية المكتسبة التي يسعى الإنسان من خلالها إلى تحقيق يعني وضع اجتماعي. جيم، الدوافع اللاشعورية. الدوافع اللاشعورية، هذه الدوافع هي الدوافع والرغبات الغامضة، الدوافع والرغبات الغامضة أو المجهولة الهوية التي لا نعرف يعني منطلقها، من أين أتت، هي دوافع ورغبات غامضة أو مجهولة الهوية، والتي تحرك السلوك، يعني نجهلها ولا نعرف يعني مصدرها، ولكنها تحرك سلوك الفرد وتوجه مواقفه، يعني توجهه في مواقفه واتجاهاته بدون أن يدرك الفرد أسبابها المباشرة وأعراضها الحقيقية. يعني هناك بعض الدوافع التي هي موجودة وتحرك سلوك الإنسان ويمكن أن يسلك من خلالها، ولكن دون أن يكون على شعور بها، لهذا سميت لا شعورية، فهو لا يشعر بها، وبالتالي هو لا يدرك أسباب سلوكه المباشرة وأعراضها الحقيقية. ويمكن ملاحظتها، ممكن ملاحظة مثل هذه الدوافع أو اللاشعورية أو الرغبات الغامضة مثلا في فلاتات الكلامية. الفلاتات الكلامية، عندما ينطق الإنسان بكلمة لم يكن يقصدها، في كثير من الأحيان شخص ينطق بكلمة ولكن لم يكن يقصدها، ولما ينطق بها يقول ويتساءل لماذا قلت هذه الكلمة، فأنا كنت أريد الكلمة أخرى، كلمة هذه. كذلك الهفوات الكتابية، الهفوات الكتابية، يعني في بعض الأحيان الإنسان يكون يكتب فيكتب شيئا لم يكن يريد كتابته، ولما يقرأ يوجد أنه كتب شيء لم يكن يفكر فيه، فكتب شيئا هو لم يفكر فيه تماما، بخلاف الشيء الذي كان يريد أن يكتبه. فهذه نسموها الفلاتات الكتابية. كذلك المواقف التي يتخذها الفرد أحيانا دون رؤية أو تفكير، في بعض الأحيان الإنسان يعني يسلك سلوكا أو يتخذ مواقفا أو يدافع عن شيء، عن فكرة، وهو يعني دون رؤية أو تفكير، يعني دون أن يكون يريد ذلك، كأنه يعني فكرة غامضة وجهت سلوكه. كذلك هناك الأحلام، الأحلام يعني التي يحلمها الإنسان هي تعبير عن دوافع لا شعورية، دوافع لا شعورية. ويعتبر عالم التحليل النفسي سيغموند فرويد، أعيد، عالم التحليل النفسي سيغموند فرويد هو أول من أدخل أو أوجد مفهوم اللاشعور، يعني مفهوم هذا اللاشعور لم يكن موجودا من قبل، ولم يكن يتكلم عليه العلماء، ولم يكن يذكره أحد. أول من أوجد هذا المفهوم هو العالم التحليل النفسي سيغموند فرويد، حينما قسم البناء الذهني، يعني قسم البناء الذهني أو العقلي، قسم البناء الذهني أو العقلي لإنسان
إلى 3 مستويات. أعيد، قسم البناء الذهني أو العقلي للإنسان إلى 3 مستويات، حيث سمى المستوى الأول اللاشعور، وسمى المستوى الثاني ما قبل الشعور، وسمى المستوى الثالث الشعور. عندنا يعني 3 مستويات للبناء الذهني أو العقلي حسب سيغموند فريد، فهناك اللاشعور، هناك الشعور، وهناك ما قبل الشعور. حيث أن اللاشعور، هذا حسب سيغموند فريد وما يقوله سيغموند فريد، حيث أن اللاشعور يتضمن الخبرات المؤلمة والرغبات المكبوتة التي لا يستطيع التعبير عنها صراحة. يعني حسب سيغموند فريد، اللاشعور يتضمن تلك الخبرات المؤلمة، يعني الخبرات المؤلمة التي مر بها الإنسان، كل المواقف المؤلمة التي مر بها الإنسان ولا منذ صغره لا ولا يريد أن يتذكرها، والرغبات المكبوتة، يعني الرغبات التي لا يريد أن يصرح بها، ما يرغب فيه الإنسان ولكن لا يريد أن يصرح به، نتيجة للتربية التي تلقاها أو نتيجة للضوابط الاجتماعية التي تمنعه من التصريح بتلك الرغبات، خاصة يعني الدين، خاصة المعتقدات الدينية، المعتقدات الدينية التي تمنعه من التعبير والإفصاح عن بعض رغباته المكبوتة والتي لا يستطيع التعبير عنها صراحة، لا يمكن أن يتكلم عليها بصراحة، وبالتالي هذه الرغبات المكبوتة وهذه الخبرات المؤلمة يمكن أن تظهر ولكن من خلال اللاشعور. كذلك هذه الرغبات المكبوتة التي لا يستطيع التعبير عنها صراحة أو محاولة إشباعها، لا يستطيع أن يشبعها، هي من الحاجات التي لا يمكنه إشباعها. لماذا؟ لأنها تتعارض، هذه يعني الخبرات المؤلمة والرغبات المكبوتة تتعارض مع القيم، القيم الاجتماعية والمعايير الاجتماعية، يعني القيم التي يؤمن بها المجتمع والقيم التي يسير وفقها المجتمع، وتلك الضوابط الاجتماعية التي يفرضها المجتمع على أفراده ويجب أن يحترمها وينضبط معها. ونحن نعرف كمجتمع إسلامي أن العقيدة الإسلامية شرعت لنا كثير يعني شرائع التي تضبط سلوكنا الديني وسلوكنا الاجتماعي، وبالتالي لا يمكننا أن نتخطى تلك القيم ونتخطى تلك المعايير الاجتماعية، وإنما يجب أن ننضبط معها ويجب أن نسير وفقها. لذلك فهذا اللاشعور، لذلك فهذا اللاشعور يعمل على إزاحتها من ساحة الوعي، يعني يريد أن يدخل مع هذا اللاشعور، يدخل في صراع مع يعني الشعور واللي هو ساحة الوعي، ويريد أن يزيح قلت لأنها تتعارض مع القيم والمعايير الاجتماعية، لذلك فهو يعمل على إزاحتها من ساحة الوعي، يعني الإنسان يعمل على إزاحة هذه الخبرات المؤلمة والرغبات المكبوتة من ساحة الوعي، لا يريد أن يتذكرها ولا يريد أن يتعامل معها ولا يريد أن تظهر في السطح وتظهر، وإنما يسعى إلى إخفائها، يعني يريد أن يخفيها، فيبعثها إلى منطقة اللاشعور، يبعثها إلى منطقة اللاشعور، إلا أنها لا تتلاشى، هذه الخبرات المؤلمة والرغبات المكبوتة لا تتلاشى ولا تختفي نهائيا، بل تبقى تتفاعل وتتصارع على مستوى اللاشعور، يعني تبقى في طبقة اللاشعور في مستوى اللاشعور وتبقى تتفاعل وتتصارع على مستوى الشعور، وعند أول فرصة، عندما يعني يكون هناك فرصة ونتيجة لضعف المراقبة التي يفرضها ما قبل الشعور عليها، فإنها تعبر عن وجودها، يعني تعبر عن وجودها وتعبر عن وجودها بالأساليب التي ذكرناها سابقا.
وبالتالي تؤثر في ميول واتجاهات الفرد. عندما تظهر إلى الوجود يكون لها تأثير في ميول واتجاهات الفرد، وبهذه الطريقة توجه سلوكه. لكن هذا التوجيه يكون بالطرق المقنعة وأشكال التمويه، لا يكون بالطريقة مباشرة، وإنما باتخاذ طرق مقنعة وأشكال تمويه تسمح للفرد بأن يتصرف تصرفات ممكن أنه لا يريدها ويجهل أسبابها ولكن تأثر بها، وبالتالي صدر عنه ما لا يعني يتماشى والقيم والمعايير الاجتماعية. ممكن يصدر عنه هذا السلوك في عدة أشكال، وهذا هو يعني ما يسمى اللاشعور، والذي قدمه لنا عالم التحليل النفسي سيغموند فرويد في نظرياته التي قدمها في تفسير يعني الأحلام وفي تفسير اللاشعور. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة التي خصصناها للمحور لبداية المحور الثالث المتعلق بالدوافع الدافع أو الدافعية للتعلم، وموضوع الدوافع من خلال يعني مدخل حول علم النفس وموضوع الدوافع، ومن خلال تعريف الدافع ووظيفة الدوافع، ثم تصنيف الدوافع الذي طرقنا فيه إلى الدوافع الفيزيولوجية والدوافع الاجتماعية المكتسبة والدوافع الشعورية. وإلى أن نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.